منتابع حلقتنا رغم الأوضاع الأمنية المتوترة والتطورات السياسية اللي عم بيمرق فيها لبنان، إلا أنه اللبناني بيبقى أقوى من كل هالصعوبات لتبقى إرادته بالحياة وحبه للعيش والسهر اختصار للثقافة اللي ربينا عليها. اليوم بإطار هالأجواء الصاخبة اللي عم نعيشها رح ننتقل إلى منطقة الباترون حيث احتفل التايجا النادي الليلي بعيده الـ 12. رح نبقى مع تقرير خاص من بعده رح ينضم لنا إيميل بربري صاحب سلسلة التايجا وبيعطينا كل التفاصيل حول التطورات الجديدة لهالنوادي. بظل هالوضع السياسي المتشنج اللي عم يشهده البلد، بوقت كل يلي عم بيعاني من مشكلة عم يلجأ للشارع ويحرق دواليب، بظل الخراب والدمار، بتبقى ومثل العادة مشيئة العيش والحياة عند اللبنانيين أقوى من كل الظروف، مما دفع المال هالليلة ومطعم الطايقة للاحتفال بعيده 12 سنة، وهو عم بقدم أجمل الحفلات الموسيقية والسهرات الليلية. بعيد ميلاد اليوم التايجا بالزيت هون، عم نطلق تايجا بيروت له سنه كمان عم نحتفل بعيده، والتايجا سكاي المعروف في الروف توب تبعنا كمان عم نحتفل فيه، وفي التايجا شق منها هي فرع اضاءه وصوت نعمل حفلات لدي جي كمان تايجا عم نحتفل فيه. بصير الاهميه الكبيره انه اليوم عم نطلق نحن التايجا اربيل بالعراق. ان شاء الله يا رب لبنان بيضلوا سهر وفرح بتضل الطايقة الأولى. أنا كثير مبسوط يعني بتعرف واحد لما يكون بيشارك بيكون في كونفريات ومحدود يعني التصرف، فمع الطايقة في أعمل اللي بدي إياه. الطايقة مشروع كثير مهم وكل ما كبر بنفرح له نحن، لأنه بنحس إنه بيحتضن كثير أشياء وكثير مواهب، أهم موهبة ناجي قصتها اللي إحنا اشتغلنا له أغاني، وبعتبر إنه الطايقة من المحلات اللي بيفتخر فيها لبنان. إن شاء الله العمر الطويل ضلوا سوا. بدي هني إيميل أكيد وبدي هني ناجي كتير، وإن شاء الله عطول بضل باستمرارية ويقدم الأحسن والأحسن، وعطول إن شاء الله بضل تايجا نمبر 1. بحضور كل محبي وأصدقاء التايجا اجتمع الجميع ما بين فنانين مغنيين وأشخاص من المجتمع المدني بمنطقة الباترون وبمطعم التايجا ليحتفل الجميع بعيد التايجا. بتمنى لهم تقدم أكثر ونعيدهم بعيدهم المية إن شاء الله. صار في كذا فرع وإن شاء الله للأكبر ودايما بالنجاح يا رب. بقول مبروك من كل قلبي للتايجا للشباب. بتصور لبنان هو واحد من أهم البلاد السياحية، فلازم يكون في هيك محلات مثل التايجا. إن شاء الله بيصيروا 100 فرع، وبحب بهالوضع خصوصا بالمناسبة انه ان شاء الله بتكون صيفية خير على الجميع، والبلد كل لبنان بيتعايشوا مع بعضهم وبيتوحدوا وبلا كل هالفوضى. منطقة الباترون اللي تعودنا على عجقتها الدايمة وسهراتها الليلية وبحرها الجميل كانت بهالأمسية محط أنظار الجميع من خلال الاحتفالات اللي عمت التايجا، هالمكان اللي أصبح رائد واسم كبير بعالم السهر عم ينتشر بكافة أنحاء لبنان ورح يفتح أبوابه قريبا جدا بالعراق. حلقتنا بتكفي وصار وقت نستقبل ايميل بربري صاحب سلسله التايجا. اهلا وسهلا فيك ايميل. ومبروك 12 سنه بين بيروت والباترون. بها 12 قريبا باربيل شايف بالعراق. بها 12 سنه شو بتقول عن السهر بلبنان بثلاث كلمات؟
ولبنان يمكن احلى بلد بالعالم للسهر. والتايجا التايجا يعني احلى محل سهر بلبنان. جميل. 12 سنة تايجا بالباترون، ومن سنة تايجا ببيروت، وتايجا كافي وتايجا سكاي اللي هلأ عم بينعمل له ديكور جديد ورح نحكي عنه بالتفاصيل. بس الأهم هلأ واللي قريبا رح يصير بعد شهر تقريبا هو افتتاح تايجا إربيل بالعراق. مظبوط. شو قصة هالخطوة؟ يعني نحن نعرف بالعراق الوضع مش كتير منيح، وتتاخدوا هيك خطوة يعني بتكونوا اسمكم عم بتجاسفوا شوي. هليك داري شلل إربيل بالذات هي منطقة محايدة بعيدة عن كل شيء اسمه عراق، ما خصها حكومة واحدة، رئيس واحدة، وكل شيء كل شيء غير. الأفانتاج طلعنا على العراق إربيل، أول شيء في 6000 لبناني صاروا هناك، 6000 بيقولوا مقيم، في هالقد مقيمين لبنانية عم بتعيش يعني عم بيشتغلوا بالعراق وعايشين بالعراق. نعم، هيدا هي المشاهد ل مظبوط. هيدا 3 دي هو روف توب، هو روف لونج. نعم، مظبوط. هو بي اوتيل صاحبه اللبناني بشيء لي نصيف. نعم. وفيوري اوتيل اسمه، بيفتح بعد شهر الاوتيل، ونحن خدنا روف توب تبعه. يعني عم نعمل كونسبت منطقين سوا، مظبوط، نحن والتايجا اربيل اثنيناتكم سوا. بعد شهر باذن الله راد بيكون فاتح الاوتيل. عم تقول لنا في كونسبت جديد، شو هو الكونسبت اللي رح تقدموا فيه؟ لا، الكونسبت باربيل نحن انه هلا باربيل بعد ما في كلوب، يعني بعد ما صار فيها كلوبينج كثير، يعني ستيل يعني بعدها جديده المنطقه. بس نحن يعني السيستم عم نفتحه هو روف لونج، يعني السقف بيفتح بيسكر صيفا شتاء. بذات الوقت ريستور بقلبه، بذات الوقت امبيونس ميوزيك، بس مش كلوب كلوب اكيد يعني. بتقوى الميوزيك شوي، ستيل دي جي، بس انه ديفرنت ستايل لا يعني للبنانيه اذا بدك، بالذات اللي عايشين باربيل. وتايجا سكاي كيف الحلة الجديدة تبعه؟ تايجا سكاي صار له 7 سنين بالباترون، سو السنة حبينا نغير ديفرنت، عاملين ديفرنت كونسبت نهائيا. يعني هذا الديكور عم نشوفه هلا هو الديكور تبع القديم. القديم مزبوط. هلا غيرنا كل الديكور، كل شيء يعني كمان ما في اعطي كثير ديتيلز، بس في كل شيء في اللي كان انه الديكور كثير جديد، كثير اوريجينال. معمول فرد كونسبت، رح اقول لك فرد لون، كله معمول ابيض رح يكون. بيتميز فيها روف توب انه اللوكيشن تبعه يعني على البحر. ثامن طابق مثل سان ستيفانو بالباترون كمان، على ظهر اوتيل هو. الاوبننج تبعه لازم 14 شهر او 15 بين 4، يعني عندنا السوفت اوبننج 14 و15 عندنا البيك اوبننج. جون هالشهر. تايجا سكاي بيور انجلش دي جي، العالم بتبلش فيه بترجع بتنزل على التايجا الكلاب الاساسي اللي هو معروف اللي هو عمره 12 سنه. وقبل ما يطلع على التايجا سكاي بيروح على التايجا كافيه. مظبوط. بقضوها تايجا، ثلاث محلات كباترون هي بالباترون بتحريها محصوره، ثلاثه تايجا ببلشوا بالكافيه، حتى بيطلعوا سكاي بينزلوا كلوب، يعني مثل سيرف. امير، شو اللي بيميز النادي الليلي او الكلوب عن غيره؟ يعني شو الهويه تبع التايجا؟ لما بده يروح على التايجا شو رايح يعمل؟ هلا تعال لك شغله، انه لانه الواحد بيقول انه تايجا 12 سنه في السيريه، فارد صاحبي، يمكن المانجمنت كيف بنشتغل بزنس فاميلي كلنا مع بعض، معي ستاف صراحه، هذا اهم شيء اللي عندي، انه معي ستاف عمره 12 سنه، في ناس اللي معي 12 سنه عم تشتغل، يعني عم بتتابع مثل طوني يعني بركات. ايه اذا بدك نسلم عليه ونايم اكيد. طيب اميل، كيف بتلحق؟ يعني انت شاب قد ايه عمرك؟ 35 ماكسيموم؟ 32. 32 باردون، امين بتبين انا صغيره. 32 سنه، يعني صار في سلسله للتايجا، صارت حياتك بالليل ويمكن نهارك بتنام فيه. مظبوط. وانت يعني مثال عن الشاب اللبناني يمكن الطموح، 12 سنه على فرد سحبه انه يستمر كلوب، هيدي شغله مش هينه. طيب كيف حياتك؟ انا حياتي عكس الكل بعتقد، انا يعني بالنهار اكيد بنام، بس انه حياتنا بالليل، يعني مبلش كل شيء بالليل، حتى الكافيه يعني بيروح علي بعد الظهر للصبح، يعني مثل ما انك شايف هلا مسرب من السهره. يعني هلا مسرب من التايجا بيروت لهون دغري. نحن عم نشوف صور للتايجا بيروت. هي للتايجا بيروت مزبوط، يلي صرنا فيه نحن، كانت سهرتنا كثير حلوه، ومنوجه تحيه للفنان ناجي القسطايح بكندا. قلت لي ناجي بكندا هالويك اند عنده سهرتين مونريال واوتاوا، وبيجي جمعه الجاي بيكون هون. اميل، يعني في حدود للطموح بمجال السهر؟ يعني أكيد. بتصير في حدود اكيد ولا ما في حدود؟ بلا، انه اخرتها يعني ما راح تضل كل حياتك ليل، بس انه هذا الوقت هلا نحن، انه انا في كل انسان في عنده وقت فيه يعطيه. انا هلا الوقت اللي عم بقدر اعطيه بصراحه، يعني ونجحت فيها، وخاصه بمنطقه بالباترون، يعني كان ما حدا كان يتوقع انه واحد ينجح كلب بالباترون، ومنه عم نطلع، يعني منه عم نكبر، يعني تعملنا ستاب، جينا على بيروت، جانا هلا طلعنا على العراق، وعندنا مشروع نطلع على قطر،
سو شوي شوي عم نوسع كشركة طايقة. في شيء بلبنان بعد ممكن يصير فرع جديد؟ في فرع جديد إنه نحن محل بطايقة بيروت محل ما يمكن ننقل على غير لوكيشن أكبر صراحة، لأنه يعني طايقة بيروت يعني بيساع 200 شخص تقريبا. سو البلان هو ننقل على بعد سنة على طايقة بيروت أكبر، بيساع كمية أكبر من العالم. يعني في تفاؤل رغم كل الاوضاع اوقات اللي بتنقز بعض الناس، انت بتفائل بالوضع؟ انه انا بقول دائما لبناني شو ما يصير بضل يسهر، بضل ينبسط تينسى يمكن كل شيء عم بيصير حواليه. انا هي لبناني، انا هيك بعد اكيد دائما متاثر شوي سوري بس انه بس العالم بتعرف حتى ضل تسهر يعني. اكيد وهالشغله الوحيده اللي بلبنان بعدها ماشي ان شاء الله بنسهر مش تننسى حتى بظروف حتى تنزل الوضع الامن الحلو يلي بالسلام. أكيد. اميل بعد في شيء بتحب تضيفه؟ يعني ما بعرف اذا ضوينا على كل المواضيع اللي بتهمك، بعد في شيء عن اربيل لازم نحكي ما قلناه؟ لا انا بس انا ما بدي العالم، انه كل العالم وقت بتقول انه طالعين على اربيل، كل العالم مثل ما انت فيرست امبريشن عم بيخافوا انه تنقز بالعراق، بس انه تايجا انه اربيل اصلا بلد كثير حلو وبزنس كثير بعقد فيه، وكل اللبنانيين يعني طلعت لفوق انا قال لي سنه عم بطلع وانزل، يعني كنا عم نعمل ستدي الفيزيبيليتي للشغل، فجأت باللبنانيين موجودين فوق، في كثير كميه لبنانيه عم تشتغل بين لبنان والعراق اربيل بالذات، وبعتقد انه اكيد ستيب منيحه وقريبه على لبنان، يعني ساعه وعشر دقائق ساعه وثلث بتكوني فوق باربيل، منا كثير بعيده، نطلع نقضي ويك اند يعني بالطايقه اربيل. مظبوط، بتطلع على الطايقه باربيل بتبعشت ستيب هون بتطلع على اربيل بنفس المسافه يعني. الحال دائما اللبنانيين لامحين كمان بنهضه الدول وين ما كان، وخاصه باربيل من خلال الشركات والمؤسسات والمشاريع الجديده. امين نحن بدنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق لك ولكل فريق العمل، انتم اكيد جزء من الواجهه والحركه السياحيه بالبلد وحياه الليل والسهر الحلوه بلبنان. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. فاصل ونتابع اخبار الصباح.